يعني احنا بنتكلم في عيد الأضحى وبنتكلم عن موضوع مهم جدا، التغذية والأغذية اللي موجودة في الأسواق وتفاصيل كتير قوي هيكلمنا عنها ضيفي الكريم النهاردة، أستاذ محمود عبد السلام فتحي، مدير مكتب مراقبة الأغذية مركز أسوان. كل سنة وحضرتك طيب ومنورنا النهاردة. وحضرتك طيب، وكل سنة وحضرتك طيب. يعني خلينا نتكلم عن الأغذية في العيد، ده عيد بقى اللحمة زي ما الناس بتقول، وفي ناس كتير بتحب إنها تخرج تلجأ لمثلا تناول وجبات في مطاعم، تتعامل مع أغذية متعددة يعني بره البيت. خلينا نتكلم عن الأغذية في العيد، وضعها إيه بقى؟ احنا بنبقى شغالين في العيد نبطشيات، طبعا احنا اكيد انتوا ما بتاخدوش اجازه طبعا. الجهاز الرقابي، احنا اقدم جهاز رقابي على مستوى الجمهوريه. احنا طبعا لازم نطمن على الشعب بتاعنا طبعا، ونطمن ان في منتج سليم بيوصل للمستهلك. تمام. فاحنا بنكثف حملات الرقابه خصوصا في العيد ومن قبل العيد. ان احنا في خلال ايام العيد بيبقى في نبطشيات تنزل تلف على المطاعم، تلف على الكافيتريات، تمام، والمنشآت السياحية اللي هي بيبقى عليها كسر التردد. كسر التردد. طب كمان مش دايما بتبقى الناس في مطاعم، يعني في شباب وفي ناس بتخرج منتزهات، فنبص نلاقي بقى الباعة الجائلين وعربيات الأكل المتنقلة دي برضو بتقع ضمن كل الباعة الجائلين بتبقى تحت المراقبة بتاعتنا، وبنمر عليهم كل عيد وبنطمن على المنتجات. لو في حاجة محظورة بيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية معاهم. وكل الإجراءات المحظورة بتاعت الباعة الجائلين، اللي هو مثلا لو بيبيع مثلا سوبيا أو مشروبات وعصائر، مشروبات كمان وعصائر، في حاجات محظورة فبيتم إعدامها في الوقت الحالي فورا. بيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع البائع. بالظبط. طيب يعني احنا ساعات بنشوف مثلا عربيات اللي بتقدم الاكلات السريعه دي، كريب وبرجر وفطير وحاجات كده، يعني نفسيا انا مش عارفه ليه بصراحه دايما الاقيهم واقفين. يعني احنا عندنا حمامات عموميه في مدينه اسوان، دايما الاقيهم واقفين بجوار المكان ده. يعني طب انت بتعمل اكل ليه بتقف جنب المكان ده؟ بالظبط. يعني موقعه الجغرافي ده، يعني ما في ناس طبعا بتقف بعيد، لكن بلاقي كذا عربيه واقفه جنب الحمامات العموميه. احنا بنروح نمر عليهم مع المجلس وبيشيلوا العربيات دي، بس هم المشكله ان هم تاني يوم تلاقيهم رجعوا. لا، واحنا ربنا يوسع رزقهم جميعا، احنا يعني مش عايزينهم يعني نوقف رزقهم، لكن اختار مكان اختار مكان من كده. ايوه بالظبط فعلا. لكن مثلا بتراقبوا يعني حفاظهم على النظافه الشخصيه، بتراقبوا احنا عندنا طريقه النظافه الشخصيه للعمل. اهم حاجه، ولازم يبقى معاه حامل شهاده صحيه طبقا للقرار 243 لسنه 2016. تمام. بتثبت خلوه من الامراض المعديه، لان الامراض المعديه اللي بيبقى حاملها صانع المنتج زي الفطاطري او الحاجات ممكن العدوى. تسبب عدوى او تسمم غذائي او طفيليات. بالظبط. او ميكروبات. فالحاجات دي كلها بيسببها ان هو علشان مش عامل شهاده صحيه. تمام. فانتوا بتتابعوا وبتعمل له تشيك درن، غير تحليل التحليلات بتعمل له تشيك على الصدر. نعم. يعني عشان الرذاذ اثناء اداء عمله لو كح او كده، الدرن ومش عارف ايه الحاجات دي، غير بقى النظافه الشخصيه. نعم. ودي حاجات بتبقى ما بين المعامل والتعاون ما بين المعامل ومستشفى الصدر في ارسال البيانات وكده عشان يطلعوا له استخراج شهاده صحيه. بعد كده احنا لما بنروح للمكان نفتش، دورنا الاول برضو ان احنا نوعغل باجراءات صحيه. نعم. صحيحه. يعني يغطي مثلا لازم المأكولات بالظبط كده، على احتفاظ بدرجه الحراره بتاعت الجبن، الحاويات اللي بيحفظ فيها لازم تبقى نظيفه. نعم. الحاجات دي كلها احنا بننبه عليه فيها. النظافه الشخصيه،
حلو، مهم قوي ده. ده مهم طبعا. طب خلينا نقول برضو انه مراقبه الـ يعني انتوا حضرتك ذكرت انكم بتقسموا شيفتات او يعني نبطشيات خلال 24 ساعه على مدار ايام العيد كلها. يعني الشيفت او النبطشيه بقى بيبقى جوله عامه مثلا، في يعني في تقسيم جغرافي للي عنده النبطشيه او العمل؟ احنا عموما يعني احنا كلنا يعني مراقبتكم للاغذيه بتتم ازاي؟ احنا عموما كلنا بنشتغل تحت طائله السيد الوزير محافظ اسوان والسيد وكيل وزارة أسوان وكيل وزارة الصحة بأسوان الدكتور إيهاب والدكتور مصطفى مدير وقائي، فهم بصراحة ما بتأخروش معنا في توفير السيارات والكوادر البشرية. يسهلوا انتقالكم بالضبط كده، بيسهلوا الانتقال وبيوفروا لنا السيارات والكوادر البشرية من السادة المفتشين الأغذية على مستوى المحافظة مش مدينة أسوان بس. لان في مدن يعني حضرتك هتروح اي مدينه هتلاقي في نبطشيه لمراقبه الاغذيه على مستوى المحافظه. مش مدينه اسوان بس. حلو قوي. وخلال ال 24 ساعه يعني حضرتك هتلاقي ناس بتمر الصبح بعد جايلين الجناين ومش عارف ايه، الكافيتريات والمقاهي اللي بيبقى فيها تجمعات بشريه، هتلاقي ناس بتمر بالليل لحد الساعه 1 و2 و3 و4 الفجر و5 الفجر، 24 ساعة. لأنه كمان يعني بقى في عبء كبير عليكم، يعني كنا زمان المطاعم فقط هي اللي بتقدم بالزبط. مأكولات، دلوقتي أصبح في عربات متنقلة، أصبح في الكافيهات بتقدم مشروبات، يعني حتى لو مش مأكولات مملحة لكن بنلاقيهم بيقدموا حلو، حلويات، عصائر، فده برضو عبء عليكم. ومع ضغط العيد هو وارد إن هو يغلط. طبعا، يعني هو مع ضغط العيد وزحمة العيد عليه، لأن بيبقى فيه ضغط على المكان نفسه، هو وارد إن هو يغلط. فلكن لما هو بيحس إن فيه رقابة عليه، ده بيخليه يتفادى بقى. إحنا بنشدد الرقابة في الفترة دي، فهو بيحاول يتفادى الخطأ. وإحنا بنبقى نصحين أكتر من إحنا ضارين ليه يعني. يعني إحنا بنوجه له النصائح أكتر من إحنا مش رايحين نأذيه، إحنا رايحين نساعده ونساعد الناس كلها. طيب خلينا نقول، هو طبعا احنا الاعياد كلها كمصريين، ما سواء اعياد مسلمين او اعياد مسيحيين، كلها فيها اكل. ما شاء الله المصريين يعني جامدين قوي. لكن كمان عيد الاضحى مختلف عن عيد الفطر، لانه الناس مش كلها بتبقى صايمه، فبالتالي في يعني اقبال على المأكولات اكتر يعني. يعني هل عندكم تحضيرات اكتر لعيد الاضحى عن اي عيد اخر؟ طبعا احنا قبل عيد الاضحى احنا كل عيد ليه تحضيراته. لان احنا عندنا عيد رمضان بيبقى موسم الفسيخ والسمك والحاجات دي. عيد الاضحى موسم اللحمه والكفت والبرجر. زي ما حضرتك عارفه الشعب المصري اكيل بسم الله ما شاء الله. احنا لينا اكتر من 15 يوم واحنا في حملات على الجزارين، على الهيابر اللي فيها بتبيع المنتجات الغذائية بتاعت اللحوم، الكبدة، كل حاجة. ليه؟ لأن احنا بناخد احتياط قبل العيد، بنجهز للعيد، لأن لو في ضرر احنا بنحاول نمنعه، تتداركه احنا الوقاية بتاعت الناس. جميل جميل. قبل العلاج حقيقي يعني لكم. يعني بيبقى في دقة في متابعة الحاجات دي او المأكولات دي قبل ما تطهى او قبل ما نتنقى اختيار في اخذ العينات. ان احنا مثلا الشعب بيكثف على اللحوم في الفترة دي. فاحنا بندقق على الفترة دي بتاعت اللحوم. هنسحب عينات من الكبد، هنسحب عينات من الكفتة الجاهزة بتاعت المصانع، هنسحب عينات من البرجر الجاهز. لان دي بتبقى فترة لحوم للشعب المصري دي معروف. فانا قبل العيد لازم تبقى النتيجة عندي، نتيجة المعمل، وان المنتج ده سليم، وان انا بسمح بيه في السوق. تمام علشان الحق لو في حاجة بضبطها طبعا. بالظبط كده. تمام جميل.
طيب يعني هي جهود يعني مشكورين عليها الحقيقة، لكن هل مثلا في عيد الفطر برضو بيبقى قبلها بمدة كبيرة، ولا عيد الفطر مختلف؟ يعني برضو احنا الرنجة والفسيخ احنا عندنا ملوحة احنا او سمك مملح. عيد الفطر بنلحق قبل في ايام التصنيع بتاعت الملوحة، بننزل على المخازن يوم قبل المخازن اللي بتصنع الملوحة، بنسحب منها عينات. تمام. والحمد لله احنا السنة دي يعني سحبنا عينات من، وقبل شم النسيم برضو طبعا ده اهم. احنا شم النسيم جه في رمضان السنة دي، وبرضو الناس كلت في رمضان، وبرضو الناس في رمضان وصايمين وبرضو اكلوا سمك مملح وعايزة اقول انه حتى في عيد الاضحى الناس برضو هتاكل اسماك مملحه، فهل انتوا عاملين حساب كل ده؟ احنا عاملين، لان كله جاهز على فكره العيد ده برضو برنجه بتعوض العيد رمضان. احنا زي ما قلت حضرتك هو العيد عيد، احنا بنسحب عينات من منتجات اللحوم عموما والاسماك ومنتجاتها عموما. فاحنا جاهزين ان شاء الله على تم الاستعداد للعيد يعني. برضو شفتات ومتابعه للفسيخ والرنجه والحاجات بالزبط. يعني هو طبعا احنا الرنجة مستجدة على المصريين وخصوصا في أسوان كمان بالزبط. لكن بقى لها عشاء يمكن عشان هي ملحها أقل شوية من أسماكنا النيلية المملحة قوي يعني. بس هي الرنجة بتجي لنا احنا محفوظة لأنها بتجي من بره انتاج يعني انتاج محافظات تانية أو انتاج في محافظات تانية بتنتجها لكن الملوحة بيستوردوها وبيدخنوها هنا بالظبط. لكن تمام. السمك المملح بيبقى انتاج اسواني طبعا مشهور طبعا. اللي هو كلب البحر والرايه بتاعت البحر مشهوره بانتاج اسواني. فاحنا اللي بندي باقي المحافظات بتتابعوا بقى وبنتابع الرنجه اللي جايه دي المدخنه دي بتبقى سهله برضو لان هي بتنزل في اماكن محدوده اللي هي معروف يعني معروف او اللي بيجيبوها لاسوان واللي بيوزعها احنا بنجيب من الاول من اول اللي بيوزع اللي هو مسؤول التوزيع في اسوان بالظبط كده هو اللي بيتابعه عنده بالظبط حلو من اول اللي بيوزع بعد كده بنتابع سلسله التبريد اللي هي بتاعت المنتج لان انا ممكن اكون وزعت الهايبر اخدها رماها في الشمس باظت فانا لازم اتابع برضو باخد منه عينات ديه وباخد من ده عينات بيتحلل في المعمل الاقليمي مشكورا طبعا عشان تتاكدوا انه الزملاء تعبانين معانا خالص يعني ربنا يديكم الصحه والله انا يعني منظومه متكامله انتوا من الجهد ربنا يبارك في صحتكم جميعا ويقويكم الحقيقه يعني احنا كده ابتدينا نطمن بقى نشتري يعني واحنا مطمئنين ان شاء الله الحمد لله طيب خلينا نقول برضو يعني نصيحة للي هياكل مثلا رنجة المفروض ان انا اخدها وهي محفوظة في تبريد ولا اخدها وهي محطوطة في محل كده عادي في صناديق خشب لا هو التبريد احسن التبريد احسن طبعا بيضمن لك جودتها المنتج بتاعها عدم تلفها بالظبط كده بس في محلات ببص الاقي لا هو عامل مروحه وحاططها في كراتين لو في تكييف فريون لان هي مثلا درجه الحفظ بتاعها بيبقى في درجه الغرفه الطبيعيه تمام درجه حراره بس احنا درجه حراره الغرفه بالظبط هو ده اللي احنا اكتر من فيها. الطبيعيه بكتير اكتر من يعني. الطبيعيه اللي احنا فيها دي احنا بنتكلم في 52 درجه بالظبط ده اصعب حاجه يعني فده بيعرضها للتلف يعني. بيعرضها للتلف الشمس والحراره بتعرض اي حاجه من المنتجات للتلف اللي هو مثلا الشيبسي والحلاوة ده كله بيتعرض للتلف لو كيس شيبسي اتنفخ كل ده من الشمس والحراره ده مره اللي هي السندوتشات الجاهزه المغلفه عمل تسمم لواحد بالظبط لانه محطوط في محل حر فتلف من الحراره خصوصا لو فيها سلطه او طماطم خضروات لا دي اللي هي اللي تبع مصانع جايه مغلفه ومتقفله اللي هو السندوتش الحاجات الجاهزه تبع طالما في الشمس طالما في الشمس لازم هيتلف بالظبط عشان كده احنا برضو لما بنروح لاي حد بننوه عليه شيل المنتجات بتاعتك من الشمس لازم المنتجات بتاعتك تبقى في الظل ولازم تبقى في درجه الحراره المناسبه ليها يعني الجبنه ما ينفعش ناخدها وهي بره الثلاجه
لازم في التلاجة الجبن اللي هي المغلفة. أيوه أيوه ده كل حاجة ولها درجة حفظ. صحيح. طيب حابب تقول لنا نصايح بقى قبل ما عشان هنقول بسم الله الرحمن الرحيم بكرة أول يوم العيد؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم احنا الناس ما تخافش يعني، واحنا موجودين على مدار ال 24 ساعة. ولو في أي حاجة مكتب مراقبة الأغذية مفتوح ومديرية الشؤون الصحية. عندكم رقم خط ساخن أو كده؟ لا هو ما فيش رقم خط ساخن بس احنا موجودين في في مديرية الشؤون الصحية تمام. وفي المكتب طوارئ 24 ساعة. وإن شاء الله بس يعني الناس اللحوم والحاجات دي نعم يعني خدوا بالكم اهم حاجة نبص على الصلاحيات يعني بالظبط كده. لا والناس لما اشتري من حد لما اشتري من حد اشتري من حد مضمون انا عارفه ومضمون الشخص ده نظيف بس لان في العيد احنا برضو لما بننزل بنلاقي اشخاص كتيره جديده علينا في العيد على البلد نفسه صحيح يعني دول مش ناس وافدين من محافظات اخرى او من مراكز اخرى بالظبط جايين يحتفلوا بالعيد في اسوان بالظبط طبعا. كل سنه وحضرتك طيب. استاذ محمود عبد السلام فتحي مدير مكتب مراقبه الاغذيه بمركز اسوان سعدنا بيك وجهدكم مشكور والحقيقه يعني ربنا يجازيكم كل الخير عن المجهود اللي بتبذلوه على مدار ايام الاحتفالات والمناسبات. كل سنه وحضرتك وكل زملائك اللي بيعملوا في صمت علشاننا وعشان صحتنا بكل الخير يا رب والصحه والسلام. شكرا لحضرتك الناس كلها بخير ان شاء الله. الله. ومشاهدينا بكده احنا وصلنا لنهايه لقائنا بحضراتكم. كل عام وحضراتكم بخير ويا رب ببركه هذه الايام الفضيله المباركه انعم على مصر وعلى المصريين بكل الخير وبكل الصحه والسعاده والامن والامان والتنميه والاستقرار واحفظ مصر والمصريين واحفظ الدنيا كلها من يعني كل الاضرار والسلبيات. نتمنى الخير للاخرين عشان نلاقيه. شكرا ليكم وقابلكم على خير. الحلقه الجايه الاقيكم في اتم صحه واحسن حال باذن الله.